لو سمحت عاوز اكشف كشف مستعجل. الدكتور سهام عز الرجال. سهام عز الرجال. الحقني يا يوسف. ما بقاش قدامنا غير 12 يوم. هو انت خطيبني ليه؟ عشان تاخدني كوبري سهام؟ ايه ده؟ قلبي مش مرتاح لك. تعالى لي. انها حقا عائله سعيده. نعم حقا. هوبا. جد قفش بابه مع واحده. لازم تفرسيني. الحمد لله على السلامة يا معلم. ما بقتلش نسوان، كنت قتلتك يا سهام. كده يعني هتخش الجنة؟ بجد الموضوع ده ما بقاش مقبول أبدا. ما نبقى نظبط، معلش. عايز تسيبني أنا عشان هو بيمسك مقورة؟ مش فاكش هنا تاني، ماشي. جراح؟ أنت هتعمل إيه؟ والله العظيم أنا قلت إن أنت بتكذب يا أستاذ يوسف. بس هو قال إن هو بيحب مناخيري. الطلعة الجاية هقتلك اثنين بسعر واحد. يا يوسف! لا هو تعالى كده بقى محمود. ثانية واحدة. هو مش من معجبيني بس ده خطيبي. خطيبك؟ تاكل السكالوب. يلا بينا هوب السكالوب. انزل يلا. انا دكتور. انزل. انا واحد هيموت بعد 14 يوم. لا ما هم بقوا 13 بس. خسرت انا. انا بتحط في حوار انا مش انت بتمشي يا حاج. كشف مستعجل بدءا من الليله الساعه 11:30 مساء فقط على دي ام سي.